أستاذ عمار، يقول لافروف وزير الخارجية الروسي بأن الأمر إذا ترك للروس لن تقوم الحرب. كيف يمكن أن نصدق هذا الكلام والحشود العسكرية الروسية على الحدود والآليات العسكرية والتدريبات العسكرية المشتركة مع البيلاروس؟ كيف يستقيم هذا وذاك؟ تحياتي سيدي الكريم. حياك الله. يعني هذه الحشود وهذه الأزمة يعني المفتعلة منذ البداية إعلاميا حول هذه الحشود، هذه يعني الحشود بدأت من جديد، يعني وهي ردا على التسليح، يعني التسليح المسرع لأوكرانيا ولمنطقة الدنباس من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وأيضا دول البلطيق، والتي رأيناها خلال يعني الأيام أو الأسابيع السابقة. المسألة ليست لها علاقة باعتقادي بالأزمة الأوكرانية، المسألة هي متعلقة بمنظومة يعني منظومة الأمن الأوروبي والقواعد الجديدة التي تحاول يعني الولايات المتحدة فرضها اليوم، يعني من خلال عملية تموضعها الجيوسياسي القادم والعمليات يعني أو التحديات القادمة مع الصين. فلذلك يعني بات واضحا يعني أن هناك أهداف استراتيجية لكل هذه العملية منذ بدئها، وهي أولا يعني تعطيل خط السيل الشمالي أولا، وثانيا إحياء يعني حلف الناتو من جديد لعدم خروج المنطقة الأوروبية والاتحاد الأوروبي من تحت العباءة الأمنية الأمريكية. فلذلك يعني رأينا هذه المسألة، وكانت يعني متوقعة تفعيل يعني هذه العامل الأوكراني مع قدوم يعني قدوم الإدارة الديمقراطية منذ عام. فلذلك اليوم يعني أوكرانيا هي كجغرافيا استخدمت وتستخدم لغاية يعني الآن كأداة ضغط سياسية. ولو أتينا يعني إلى مسألة الأزمة الأوكرانية يعني الداخلية، فهناك يعني إطار سياسي دولي بهذا الخصوص، وهو من خلال رباعية النورماندي وما تم التوافق عليه يعني من اتفاقية مينسك والتي مررت عبر مجلس الأمن. ولكن رأينا خلال يعني أكثر من شهرين لم يتطرق أحدا لهذه الاتفاقية وتطبيقها، ولكن رأينا يعني اليوم خلال يعني اليومين السابقين أن الطرف الأوروبي بدأ يتطرق لهذه المسألة أنها فعلا هي الحل الوحيد والذي يعني طالبت فيه روسيا منذ البداية يعني لتطبيق هذه الاتفاقية. ولكن يعني ما نراه اليوم من تصعيدات يعني تصعيدات إعلامية تصعيدات عسكرية، فالسؤال هنا من الذي يصعد؟ يعني هل هي روسيا؟ سأحمل هذا السؤال إلى الأستاذ الأصيل.